السيسي يؤكد أن مصر ستعمل على دعم اتفاق السلام في جنوب السودان. البرلمان الأوروبي يدعو إلى تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. وإثيوبيا ترسل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى فرنسا لفحصهما. تمام 11 صباحا بتوقيت القاهرة، هذا موجز لأهم الأنباء يأتيكم دوما من إكسترا نيوز. أسعدتم أوقاتا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر ستعمل على دعم اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان، سواء على مستوى القنوات الثنائية أو من خلال ترأسها للاتحاد الإفريقي، فضلا عن التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي بوفد اللجنة الوطنية لإدارة المرحلة ما قبل الانتقالية في جنوب السودان، حيث شدد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار هناك، وكذا المشاركة في تطوير مختلف القطاعات التنموية. وقد أكد رئيس الوفد المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر قيادة وشعبا لدى جنوب السودان، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز الروابط الأخوية الوثيقة بين الجانبين في مختلف الأصعدة. مررت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي تقريرا من لجنة العلاقات الخارجية يوصي بتعليق أي مفاوضات لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. أضاف التقرير الذي أعدته المقررة الخاصة بتركيا في البرلمان الأوروبي الهولندية كاتي بيري أن هناك مخاوف رئيسة من حجم الفساد والاعتقالات التعسفية في تركيا بما يتعارض مع مبادئ ومعايير الاتحاد الأوروبي. تعرض رئيسة الوزراء البريطانية اليوم على البرلمان مذكرة تقترح تنظيم تصويت جديد على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 20 مارس، وفي حال تبنيه فإن ماي ستطلب من القادة الأوروبيين تأجيلا قصيرا لموعد بريكزيت حتى 20 يونيو لهذا العام. أما إذا رفض هذا الاتفاق لمرة جديدة فإنه سيتم تأجيل الخروج إلى ما بعد 30 يونيو، ما يعني أن المملكة ستكون مضطرة لتنظيم انتخابات أوروبية في مايو حسب المذكرة. وفي تصويت غير ملزم رفض 312 عضوا من أعضاء مجلس العموم بالأمس الخروج من دون اتفاق، فيما أيد باقي الحاضرين هذا الأمر. أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية أن الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 تم نقلهما إلى باريس للفحص. كان فريق التحقيق قد عثر على الصندوقين الأسودين في مكان تحطم الطائرة والتي كان على متنها 157 شخصا من جنسيات عدة لقوا جميعا مصرعهم إثر هذا التحطم. كانت الولايات المتحدة بالأمس قد انضمت إلى دول عربية وغربية أخرى أعلنت فرض حظر على تحليق هذا الطراز من الطائرات لحين اتخاذ التدابير المطلوبة من الشركة. أعلن وزير الإعلام الفنزويلي استئناف العمل في بلاده بعد أسبوع من التوقف جراء انقطاع التيار الكهربائي الذي ضرب بلاده بالكامل منذ 7 مارس الجاري. قال الوزير في كلمة متلفزة إنه تم استعادة التيار الكهربائي بنسبة 100% بحسب تعبيره، حيث قرر الرئيس نيكولاس مادورو استئناف الأنشطة المدرسية والعمل اعتبارا من اليوم. وبحسب تحليلات اقتصادية فإن كلفة انقطاع الكهرباء كبدت الاقتصاد الفنزويلي المتعثر أصلا 875 مليون دولار. بإمكانكم دوما متابعة المزيد عبر extranews.tv. إلى الملتقى.